جات بريود كلام بعض الفنانين كان يوجعك ولا انتقادات معينة كانت توجعك، فما برشا ناس وجعتك إلى حد الآن في هدنة كلها راكحة، ناس كل راكحة، كل راكحة وكل واحد حبيب نحب الناس كل ونحب الخير للناس كل ويعرفوا 48 على 24. أكثر فنان فدك في حياتك؟ هو اللي كلالي فلوسي وما حبش يستعرف. شكون؟ منصف عابلة كاو، قلت له انا تجي لعندي ما نقول لك ولا صفي قلبك ولا المسامح كريم. فابلا محلاه اسمع تحلف لي انك ما عندك فلوس ونحل عليك الستار وسا غتلع. منصف عابلة محلاه في الدنيا وكي محلاه في الدنيا في الفلوس عنده عو عجله رحمه لا. قالوا استمامون دلاجي هذايا معناها فينومين وظاهره وعياط وحسوا اكثر والصوت متوسط وطلاق. لا مش متوسط. خل نكمل لك خل نكمل اما يعرف ايش قالوا مش انا شو هم يقولوا الصوت معناه مبحاح ولا متوسط ماهوش اللي باش يطرب العباد في شيخه معناه هذايا ماركه نتاع عندنا محمد جبيل. خل نكمل لك محمد في الترب هكا شكر الحناشي هكا في الترب زاد كيف كيف امينه هكا في الترب انا في الشغب هما في الترب هذاك اش قالوا في الشغب اي قالوا الشغب هذايا مش باش يدوم له لا يدوم تو يسمعوا في الجراري سمي روحك رئيس السعاده وزير الشغب تو هذا فنان يسمي روحه هكا وين الصفات الفنيه في الحكايه هذه الصفات الفنيه اغسل لا فيش وين احلاه شو دل جير ما بن شو كل لوجو سلوغو ريتو العرض شو اسمه بتاعي اقرب الفوق شو ها وين الفن في الحكايه بالعربي بالعربي لا الفن ما فن شو ها شو ها شو ها اي شو ها بالانجليزي وبالانجليزيه شو ها وين الفن في الكلام في اللحن يا اخي اللي جي يعمل نعمله انا يا اخي اللي جي يعمل تعمل فيها امينه فاخت يا اخي اللي جي تقر في روحك بامينه وليت اش ما تنقارن تو خسرت قبيله قلت محمد جبالي وامينه وانا ترب ترب هذوك اي تو درست قلت مش كي اللي جي يعمل كي امينه اللي جي يعمل كي دلاجي انا سبيسيال عملت باراليل بينك وبين امينه دخلنا انا ما عملتش انت قاعد تهز فيا الغادي امينه سي امينه معناها قاعد تقول انا صف اول اليوم حتى قبل لو هي هذه بالله بالنوامر هذه هكا هربت بيك صح لا بالنوامر وانا وانا علاش ما نستعمل حتى شيء في راسي صف اول راهو صبر امينه لطفي بوشنيق صوفيا صادق اي قاسم كافي انت معناها اسماعيل الحطاب اي الهادي حبوبه هي الله يرحمه سمير لوسيف فوزي بن قمره دلا جينو كل واحد عنده اكس عنده ثغره حط روحك مع هذم مش انا حاطط هما حطوني شكون هم اللي حطوني الواقع حطني تو وانت تحكي وتعدد من قبليك في الخصال بتاع عبدالله جينو قلت لي اغلى كاشي قلت لك انا ما نعرفش تعرف تتبانس عليه ولا انا اللي طلبته خذيته بلاش نيغوسياسيون قلت لك الكاشي اللي ما فيش كرامتي وما فيش كاريري وما فيش السين متاعي اللي نعملها انا غني غنيتي ما غنيش مكحول انظاره اليوم عبدالله جينو ضمن مستقبله الحمد لله ومستقبل عائلته قريت ولادي احلى قرايه خلينا مش قرايه لا عاد هذاك راس المال الحقيقي يا مال لطفي راس المال الحقيقي اذا يقولها حتى واحد شهريته 200000 لا انا قريت ولادي قريت ولادي ودنيا وفما ناس حتى والديهم ما عندهمش شهريه وخرجوا وزره خلينا من هذايا من القيم اللي تعطيهم لولدك والدنيا معاك